بطريقه بسيطه. فخص الاداره خصها تتعامل بواحد الليونه وتشاركت الناس هادو. حنا ملي غنبغيو ملي غادي نبغيو نديرو تعديل في القرار جيب خصنا نعيطو لهاد الناس هادو نجلسو معاهم ونشوفو الاحتياجات ديالهم والمشاكل اللي عندهم والاكراهات اللي عندهم واش بالفعل هاد الناس هادو خدامين ولا ما خدامينش. وراه كل مدينه والنيفو ديالها. فحنا ممكن انا السخونيات تكون قليله ولكن ممكن انا هاد السخونيات تكون كثيره تكون بزاف عليهم. فحنا كنشوفو السيد عنده ما حق هو خدامه طوال عريضه ما كنشوفوش شي شرط فيه هابطه والله تلقي الفوايي هادي داخل الدار هابطه واحده مجموعه ديال الاشارات الاكراه طبعا البلد اللي كتفكر ولا تجيبها كتفكر حيت انها تستخلص ذاك الواجبات حيت انه الذي شارجي على هذا السيد ممكن ان اديو به انه يطرق ذاك المحل ويمشي بحاله. احنا خسرنا غتلقى محل مول المحل كيستنفع منه وشغل معاه واحد 6 ولا 7 ناس ديال عباد الله. احنا خرجنا وطيطانيين يتزادوا على ذاك العرض ديال الوطنيين اللي كاين. فكنظن على انه الى غيكون شي تم الاشراك ديال هاد الفئه ماشي غير الفئه ما كنقولش على الفئه يعني جميع الفئات لكن مجموعه ديال القطاعات.